الرئيس الألماني شتاينماير في زيارة هي الأولى لرئيس ألماني إلى القاهرة في نحو ربع قرن، تفقد هذا الأسبوع أعمال القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة بمشروع الخط الأول، وقال إن بلاده فخورة بأن شركة ألمانية أي سيمنز تقوم ببناء خطوط سكك حديدية في البلاد، مشددا على أن القطارات الجديدة إضافة إلى كونها سريعة فهي ستسهم في الحفاظ على البيئة بتقليلها لانبعاثات الكربونية بنسبة تقارب 70%. القطار الكهربائي السريع أو مشروع المليون راكب كما تطلق عليه مصر هو أطول خط سكك حديد يعمل بالكهرباء في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويصل طوله إلى 2000 كيلومتر. المشروع الذي تم التوقيع عليه في 2022 ويتم تنفيذه ضمن تحالف مصري ألماني يضم أيضا شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب، سينتهي العمل من محطاته نهاية هذا العام على أن تتم تجربة أول قطار في الربع الأول من عام 2025، وسيبدأ تشغيله للركاب بداية عام 2026. تتكون شبكة القطار الكهربائي من قطارات سريعة وأخرى إقليمية وثالثة للبضائع موزعة على 3 خطوط رئيسية، بها 60 محطة، منها 22 للقطارات السريعة و38 للقطارات الإقليمية، ما سيمكن المنظومة من نقل ملايين الركاب يوميا وكذلك ملايين الأطنان من البضائع سنويا. وسوف تشهد المنظومة تشغيل 3 أنواع من القطارات: القطار السريع ويسير بسرعة 250 كيلومترا في الساعة، والإقليمي بسرعة 260 كيلومترا في الساعة، أما قطار البضائع فيسير بسرعة 220 كيلومترا في الساعة. تعالوا معنا لنتعرف أكثر إلى خط سير الخطوط الرئيسية 3 للقطار الكهربائي بعد الانتهاء منه. الخط الأول يعد خطاً مماثلاً لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعالمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط بطول 660 كيلومتراً. ومن المتوقع أن يربط الموانئ الرئيسية على البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء جرجوب غرب مطروح، كما سيمر بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع من المنطقة الصناعية بقناة السويس أو المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة أو مدينة السادات الصناعية ومنطقة برج العرب التجارية ثم المطارات، وبالتالي سينشط التجارة الخارجية. أما الخط الثاني فسيبلغ طوله نحو 1100 كيلومتر ليصل بين القاهرة وأبو سمبل مروراً بمدينتي الأقصر وأسوان، حيث سيمر على 8 محطات، منها محطتان للقطار السريع و6 محطات إقليمية، وذلك من مطار أسوان حتى يصل إلى محطة الأقصر ليخدم الحركة السياحية ويساعد على ربط العاصمة بالمراكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر. الخط الثالث يبلغ طوله 225 كيلومترا ويمتد من مدينة إنا وصولا إلى سفاجة، ويمر بمدينة الغردقة وهي منطقة زاخرة بصادرات الفوسفات والألمنيوم في نجع حمادي. وللمزيد معي في الاستوديو المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون، وهي تعمل في مجال المقاولات ولديها عقود لتجهيز محطات القطار الكهربائي وسائر شبكات القطارات في مصر. أهلا وسهلا مهندس. بداية، هل يمكن القول بأنه إذا تحدثنا على منظومات النقل على مستوى العالم فنحن بشكل أو بآخر نتحدث عن مرحلة انتقالية اليوم؟ طبعا بالطبع، ده دلوقتي العالم مع الاتجاه للاستدامه، فكله دلوقتي بيتوجه للماس ترانزيت او اللي هو النقل الجماعي، وبصفه يعني محدده النقل باستخدام الكهرباء اللي هو مين للسكه الحديد بكافه انواعها بقى، الاندر جراوند، الهاي سبيد ترين، اللايت ريل ترين، المونوريل، لان دي تعتبر مواصلات بطريقه خضراء، لان انت بتبقى جايب بالكهرباء، وكمان بتوفر في استخدامات طبعا العربيات، لانها العدد اللي هي بتقدر تنقله اكبر بكتير جدا من العدد اللي ممكن ينقل بالعربيات الاعتياديه. يعني النهارده من اكبر النقط اللي انت ممكن يحصل عليها اي
مطور في بيبني مشروع، ان انت جايه ان الناس جايه للمشروع بتاعه بجرين ترانسبورتيشن اللي هي سكه حديد. وعلمونا في الكليه ان ارخص وسيله نقل بري على الاطلاق هي النقل بالسكه الحديد، واغلاها على الاطلاق النقل على كاوتش. يعني عشان ايه اجيبها لك يعني في ارقام؟ لا يعني ما تقدرش ما تقولي ارقام، بس اقدر اقول لك مثلا تكلفه الكيلو على العربيات بالستاندر العالمي الافرج طبعا 40 سنت للكيلو. 40 سنت، فعشان تتخيلي ان انت 40 سنت للكيلو لو الاسره اللي هم بيسموها تو انكم تو كيدز، ده متوسط اللي بيحسبوا عليه، لو هتعمل 100 كيلو في اليوم يعني انت بتتكلمي النهارده في 40 سنت 40 دولار في 50 جنيه يعني 2000 جنيه في اليوم. تخيلي انت بقى لو بتستخدمي مهما كنت هتدفعي في الهاي سبيد ترين او طبعا الاندر جراوند في النقل الداخلي او المونوريل او اللايت ريل ترين طبعا، والعالم كله يعني بيستخدم الكلام، والدول بتقاس بذلك. يعني باريس لكل 150 لكل مليون بني ادم 150 كيلومتر سكه حديد. اوكي. بانكوك 20 كيلو، القاهره دلوقتي بقت اعتقد كانت 5 طلعت يمكن ل 8، واسكندريه صفر والمنصوره صفر. انا بتكلم على الاندر جراوند. فطبعا عشان كده انت تلاقي المدن كلها الحديثه معتمده مين على اسمه القطار الكهربائي السريع في مصر. الى اي مدى سيغير شكل منظومه النقل؟ هو القطار السريع يعني الناس لازم نبص له حاجتين. هو القطار السريع اولا هو بضائع وركاب، صح؟ فهو هيربط فالبضائع احنا دي من الحاجات اللي في مصر هي تكلفه النقل فيها يعني عاليه جدا. البضائع عشان ما عندناش شبكه نقل بضائع بالسكه الحديد، يعني شبكه موجود فيها حاجات بس حاجات بسيطه، لكن حاجات يعني ما اعتمدش عليها في اعتماد كلي. والركاب طبعا انت تخيلي النهارده ان انت هتطلعي مثلا من المحطه اللي احنا بنشارك في بنادي محطه محمد نجيب اللي هي المحطه الرئيسيه بتاعه القاهره الجديده، انت عشان تطلعي توصلي مثلا الساحل الشمالي في ساعتين من القاهره الجديده في ساعتين، ومهما كانت التكلفه اللي هتتحط انت بتتكلمي عندك المشوار ده تقريبا اولموست يعني لو قلنا على لغايه راس الحكمه 500 كيلو. 500 كيلو اضربيهم في 40 سنت يعني بتتكلمي في 200 دولار 200 دولار في 50 جنيه يعني 10,000 جنيه. فتخيلي بقى انت يعني مهما كنت هتدفعي ايه العربيه هركبها ثلاثه هتبقى عمر التذكره حتى يعني طبعا هي لسه في مرحله الاعداد وكل الكلام ده، بس في الاخر اكيد اوفر واسرع واريح. لان ركوب احنا لما بنسافر بره كل ركوب القطر انت بتوصلي فريش يعني مستيقى بتنزلي تشتغلي وبتنتجي وبتاع، لكن العربيه صحيح. مهما كانت راحه العربيه ومهما كان مستوى العربيه هي يعني في الاخر بتتعرف. طيب طارق، الى اي مدى تشعر بانه المومنتوم في تنفيذ القطار الكهربائي السريع يعني لم يتاثر بشده بالاحداث الكثيره والاضطرابات الكثيره اللي حصلت في العالم يعني منذ بدء العمل عليه، وبالتالي سيسلم بشكل او باخر؟ هو الحقيقه ان هو طبعا رغم ان هو تعرض للكوفيد ويوكرين حرب اوكرانيا وموضوع والعمله برضه اللي اتحلت الحمد لله مشكلتها في مارس اللي فات، الا ان كانت الحقيقه كانت الوزاره بتناور بتزق في وقت معين في الحاجات اللي هي محليه اللي هي بتاخد وقت كتير وبتكلفة أقل وما بتعتمد على استيراد أقل، فكانوا بيحصل فيها ضغط جامد قوي قوي قوي. لكن الحاجات اللي هي مثلا اللي هي اللي بيسموها الرولينج ستوك العربيات وكذا كذا كذا دي ممكن ايه يعني سهل بتيجي كلها، التايمينج بتاعها سواء في التوريد وفي التركيب بيبقى يعني مخطط وما بتاخدش وقت. فكان الحقيقه اللي يعني برضو اللي كانت وزاره النقل بتقود المرحله دي بحكمه، بحيث انها بتدوس في الحاجات الاعمال اللي هي كثيفه جدا وتكلفتها قليله. طيب مهندس طارق، قبل ما يخلص وقتنا حابب اسالك شويه على اعمالكم ريدكون الاخرى سواء في مصر او في الخارج. خليني ابدا في الساحل الشمالي، جديدكم وانتم لاعبين كبار في منطقه الساحل. والحقيقه احنا في الساحل الشمالي موجودين مع يمكن في 10 مشاريع
مع كل التوب ديفلوبرز، وده فخر لينا. ويمكن دلوقتي بقينا ان احنا بيجيبونا براند للسرعه والثقه، يعني يعني بيقول لك يعني ماركتنج تول، تبص تلاقي عندنا الموسم زي هنا في مثلا مايو ويونيو تلاقي بقى كله جاي عايز يمضي عقود وبتاع، واحنا بنبقى سعداء لان برضو انه وكلهم عملائنا. قديش حاجه مع عقودكم الاجماليه في الساحل حاليا؟ يعني اعتقد عقودنا في الساحل دلوقتي يعني ممكن تبقى في رقم الحدود 15 مليار جنيه وبتزيد، يعني الحمد لله بتزيد مع الوقت. طبعا راس الحكمه ادت الحقيقه دفعه قويه جدا جدا في المنطقه، وخلت يعني الناس تبص ان الساحل الشمالي ده جزء من الميديترينيان من البحر الابيض، والميديترينيان دي تقول انها بحيره اوروبيه يعني. صحيح. في السعوديه شو في بالبايب لاين؟ لا السعوديه دي قصه، احنا بقى لنا دلوقتي سنتين بس احنا ماشيين في السعوديه يعني زي ما بيقولوا كده سلولي بات شورلي يعني. الحمد لله يا ربنا يعني يا رب يوفق. الحمد لله اسسنا شركه مع شريك سعودي محترم من المنطقه الشرقيه. احنا يعني في السعوديه المره دي بقى احنا لما بنروح السعوديه ما بندورش على كفيل، بندور على شريك. نعم. شريك بمعنى الشراكه، بمعنى ازاي التفاهمات، وبمعنى تبادل المعلومات، وبمعنى ان احنا تبادل الخبرات والسينرجي وكل الكلام ده، مش فكره بقى. بالعكس دول ناس جمال جدا، وهم كانوا شغالين في مجال المقاولات برضو في بتخصصات في الانفراستراكشر وفي الالكتروميكانيكال، وتلاقت الافكار وبقى لنا سنتين مع بعض. والحمد لله حصلنا على مشروع من احدى الشركات اللي هو البرايفت البابليك انفستمنت فاند، صندوق شركة ريد سي جلوبل في منطقة أمالة على البحر الأحمر، في منطقة اسمها تريبل باي. وفعلا نزلنا الموقع، والحقيقة احنا اعتمدنا في يعني في السوق السعودي على التكنولوجي البناء، لأنهم ان احنا من يعني من أقدم الشركات في الشرق الأوسط اللي استخدمنا النموذج البيم اللي هو البيلدينج انفورميشن موديلنج. ده بيسهل قديش قيمة المشروع يا باشمهندس؟ المشروع تقريبا في حدود 250 مليون ريال. المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون، شكرا جزيلا لك. الله يخليك.